التواصل مستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات مستمره هنا على ارضيه ميدان سيف العرب بانطلاقه شوطنا السادس وشوطنا السادس الخاص باللقايا الابكار المهجنات الاصايل لهج أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل فباب المشاركه مفتوح مسافتنا أربعة كيلو مترات نسير مع الصداره نتابع البدايه هناك الدانه على المركز الاول حمدان بن مطر بن سالم بالعرطي هناك يقدم لنا الدانه مع الصداره مع القياده المركز الثاني هناك الطياره لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بخيت بن سالم المسافر في عملية التضمير و والمركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام كانت فيه ايضا تصلنا فريده عمير بالصغير بن قنوب بن محمد بن يراده هناك يقدم لنا فريده هذا النوع المتميز نوع ابو سلامين بلا شك هناك ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير والمركز هناك لا تابع التغيير او تابع التغيير خامس المراكز هناك من غيرت النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المكتشف علي بن هزيم المسافري والانضمام الرائع هناك تنضم مشاهدينا الكرام هناك غزل احمد بن سعيد بن منانه السويدي يقدم لنا غزل مع المركز الخامس والمركز السادس النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن هزيم بن محمد المسافري مع المركز السابع والمركز الثامن هناك أيضاً نخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن هزيم المسافري والمركز التاسع هناك النخلي والمركز العاشر النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل علي بن هزيم المسافري في عملية التضمير والتدريب هكذا الأسماء المنطلقة هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام ولكن نعود مع البداية نعود مع الصداقة نعود مع التغيير غيرت مشاهدينا الكرام هناك غيرت غزل غيرت غزل البدايه وغيرت مقدمه هذا الشوط احمد بن سعيد بن منانه الكتبي غير مع غزل هناك مع الصداره مع المقدمه المركز الثاني هناك الدانه حمدان بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري مع المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز الثانيه اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هناك محمد بن راشد بن غدان. في عملية التضمير والتدريب والمركز الرابع هناك تنطلق مشاهدينا الكرام الشاهنية ثاني بن أحمد بن ثاني بن عتيق الفلاسي مع المركز الرابع والمركز الخامس خامس المراكز النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري في عملية التضمير والتدريب والمركز السادس هناك الشاهنية تنضم أيضا للمنافسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن غدير والمركز الساعه الثامن المركز الثامن شاهنيا اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عمليه التضمير مع الواثق حمد بن راشد بن قدير ومن الجانب الاخر فريده عمير بن صغير بن قنوب بن محمد بن يراده الكتبي هناك يقدم لنا فريده وايضا للانضمام الرايح هناك كريمه سلطان بن حميد بن الفلاسي والنخلي النخلي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري في عمليه التضمير والتدريب هكذا الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام ولكن نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك غزل وهي غزل الشوط أحمد بن سعيد بن منانه المتحدي يقدم لنا غزل مع الصدارة والمركز الأول المركز الثاني هناك دومة مع المركز الثاني الشاهنية عفوا مع المركز الثاني ثاني بن أحمد بن ثاني بن عتيق الفلاسي مع المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز هناك الشاهنية تنطلق الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن قدير والمركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير مع الواثق حمد بن راشد بن قدير والمركز الخامس خامس المراكز هناك 23 تنطلق مشاهدينا الكرام مزنة لسمو راشد ال المكتوم هناك في عملية تضمير سعيد بن سالم الينيبي ولكن نعود مع الأمتار الأخيرة نعود مع غزل غزل الشوط مع البداية مع الصدارة مع القيادة هناك مع المركز الأول أحمد بن سعيد بن منانه يقدم لنا غزل المتحدي على المركز الأول سلام يا المتحدي سلام على انطلاقة غزل مع البداية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انطلاقة مميزة وانطلاقة موفقة لغزل في هذا الشوط المتميز غزل الشوط أحمد بن سعيد بن منانة السويدي يقدم لنا غزل شكرا يا المتحدي سالم بن سعيد بن منانة على هذه المتابعة المتميزة لغزل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط إيه هي غزل الشوط غزل الشوط والعصا في الإبطال العصا في الإبطال يا سلام يا سلام يا سلام أوامر طفيفة أوامر طفيفة يا المتحدي أوامر طفيفة العصا في الابطان السماعات على الطبلون السماعات على الطبلون لدى تلقائي 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 بدون سماعة بدون وش وش يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أشكرك يا المتحدي سالم بن سعيد بن منانة على متابعة غزل مع البداية هناك باسم أحمد بن سعيد بن منانة الكتبي سلام سلام يا المتحدي سلام سالم بن سعيد بن منانة من يتابع هذا الأداء المتميز مع القيادة مع المركز الأول تهانينا والناموس احمد بن سعيد بن منانه على فوز غزل بالمركز الاول وبصداره هذا الشوط تهانينا والناموس المركز الثاني كانت فيه مزله لسمو الشيخ حمد بن راشد والمركز الثالث كانت فيها ايضا المركز الثالث الرابع مشاهدينا الكلام المركز الثالث فتره رقم والمركز الثالث هناك كانت في ريمه سلطان بن حميد بكديد الفلاسي والمركز الخامس عند لجنه التحكيم مشاهدينا الكرام نعود بالتانيه لمالك غزل احمد بن سعيد بن منانه السويدي وسلام يا جميره سلام وسلام يا زعبيل ست دقائق 27 ثانيه هو التوقيت الزمني لغزل تهانينا والنموس